تكلم سلطان بن نصيب تفضل. زين بعد مكالمة أبو سعد معه وقال فعلا تكلمت أنا أبو سعد وكذا وكذا. قلت طيب أنا سلطان أنا عارف, أنا سلطان أعرفه من زمان, وهذا عندكم سلطان لو تدقون عليه دقوا عليه, أعرفه من زمان. سلطان أنا أعرف أن الهلال سبق أنه وقف معك وساعدك وكذا فعلا الآخر هو رحت لعب في بيته ثاني إيه؟ ها رحت ثلاث مرات بيته. شفت حظ وش وضعه شايفه وش وضعه بس دقيقة طيب. بس أنت المرة الأولى تراك أنت ما رحت لما كانت العملية على حساب الهلال ما رحت, أنا رايح له بالبيت ونايم في البيت مرقد في البيت الله يقومه بالعافية. سألت سلطان أنا قال الهلال مغرقني بكل شيء, لكن الحين المرة الأخيرة هذه اللي أنا بروح لها فعلا تواصلت معهم, لكن قبل هالمرة لا, قال الهلال ما قصر معي وبالعكس وقف معي أكثر من مرة, لكن تبين صورة أن الهلال عاق مع أبنائه هذا الكلام مو بصحيح وعاري من الصحة, وتحدى نادي وقف مع أبنائه مع لاعبينه القدامى مثل الهلال. أول شيء لازم أقول كلمة لله ولوجه الله والكلام الصحيح لازم أقول, وأنا بطبعي صريح ولا أخفي أي شيء. نعم. المسؤولية الاجتماعية في نادي الهلال الحقيقة مقصرة معي أنا بالذات تماما. ولا علاقة في علاجي إطلاقا ولا من قريب ولا من بعد ولا حتى زارتني في بيت. لا في المرة لا في المرة الأولى ولا الثانية ولا المرة الأولى ولا الثانية ما زارتني إطلاقا ولا حتى باتصال. نعم هذا واقع حقيقة. الأخ الأستاذ السعود السبيعي ما يعني لا تواصل لا 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 لم يزوري أبد ولا ولا أي أحد ممثل من المسؤول ولا أحد مسؤول اجتماعي في المرة الأولى. نعم ولا المرة الثانية بالذات الحكي في المرة الأولى. اعمل نفسك ميت, اعمل نفسك ميت.